إنجاز رياضي في محفل كبير إقليمي لبطولة تعتبر الأقوى في مجال سباقات السرعة على مستوى المنطقة، وبمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين من أصحاب الخبرة، فبمشاعر يملؤها الفخر تداول المغردون اليوم خبر فوز المتسابقين الكويتيين وحظهم لثمانية عشرة كأسا في الجولة الثانية من بطولة البحرين لسباق السرعة دراج ريس للسيارات والدراجات النارية. تهان وتبريكات أطلقها المغردون هنأوا من خلالها جميع الفائزين، متداولين صورا تظهر فرحتهم بالفوز، مشيدين بالمستوى المميز الذي يتمتع به اللاعبون والذي مكنهم من تحقيق نتائج ومراكز إيجابية مشرفة، ومن ثم رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. دعما للإنجازات الكويتية، مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر أطلقوا هاشتاغات متنوعة مشاركين فيها متسابق النادي الكويتي للسيارات عبد الله الشطي فرحة فوزه بالمركز الثاني، وذلك ضمن الجولة الخامسة من بطولة الشارجة البداير للدراجات النارية الصحراوية عن فئة MX2 والتي أقيمت في أبوظبي. وفيما غلفت التغريدات المهنية أجواء تويتر بتداول صور المتسابق الكويتي تحت عبارات جميلة، أعرب الشطي من جهته عن سعادته البالغة لتحقيق هذا الإنجاز في ظل المشاركة الواسعة لنخبة من أفضل المتسابقين في العالم. الشطي توجه بالشكر إلى إدارة النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، مشيدا بدور الهيئة العامة للرياضة الكويتية على دعمها ومتابعتها شؤون اللاعبين الكويتيين، ومن ثم تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في مشاركاتهم الخارجية.